بالنسبة للقاح من جامعة أكسفورد أو اللي هو الآن تطرحها في شركة في UK أو في بريطانيا، فهذا اللقاح طبعا هو ما زال في التريال، لكن المتوقع إن شاء الله مثل ما أخبروا أنه في الصيف، يعني في سبتمبر. احنا في دول مجلس التعاون طبعا تم الاتفاق على من الدول اللي ودها أنها تحجز طبعا الفاكسين أو تحجز اللقاح اللي تكون يعني في الفترة القادمة الكل بيطلبها لو كان عم تثبت نجاحها بإذن الله. فمملكة البحرين الحمد لله احنا صافي هناك تنسيق لحجز كمية كبيرة لتغطية الناس بالنسبة حق هذا اللقاح إذا طبعا خرج في السوق. الآن للحين ما صار عليه الأمر النهائي، ولكن يعني بغيت أطمن جميع عامة المواطنين والمقيمين أن لو كان هذا اللقاح عامة موجود وأثبت فعاليته وممكن يعني للاستخدام، فمملكة البحرين بتكون سباقة في ذلك، وإحنا سوينا الإجراءات اللازمة مع بعض دول الخليج اللي حجزنا فيه كذلك لعدد كبير جدا من هذا اللقاح. التكلفة حاليا غير متواجدة يعني للطرح عامة في السوق، فما أقدر أجاوب على ذلك السؤال، ولكن الاحترازات عامة والإجراءات اللي تمت هي بأن إحنا نوفر الكمية المطلوبة، ولعل هذه استباقا كذلك ما إحنا تعودنا الحمد لله في مملكة البحرين إن إحنا يعني نحجز كمية كبيرة قبل طرحها حتى. فأول ما تصير موجودة يعني وتطرح في الأسواق وممكن استخدامها بعد التجربة بإذن الله تكون في البحرين من أوائل الناس بإذن الله. سؤال